مايك تحت. كلام واضح ولا ترون؟ انا اصلا لا ارى. جنايات. طيب لماذا قسم الفقهاء هذا التقسيم؟ لماذا بدأوا بالعبادات ثم ثنوا بالمعاملات إلى آخره؟ قلنا بدأوا بالعبادات تقديما لحق الله، اهتماما بحق الله عز وجل، وما خلقت الجن والإنس إلا يعبدون. لماذا ثنوا بالمعاملات المالية وقدموها على المناكحات؟ لعموم الاحتياج إليها، لأنه يحتاج إلى المعاملات أكثر مما يحتاج إلى المناكحات. تمام؟ لماذا؟ لأن المناكحة لا يحتاج إليها إلا بعض البالغين، بعض من غرزت فيه الشهوة، لكن المعاملة المالية سببها أكل وشرب، والأكل وشرب يستلزم البيع والشراء. طلب أكل وشرب إذن يشترك فيه كل الناس، فلذلك كانت أعم احتياجا من المناكحات، قدمت المعاملات على المناكحات، وأخرت الجنايات عن المناكحات، لأن الشهوة الغضبية الجناية لا تقع إلا بعد إشباع هاتين الشهوتين. إذا كنت جائعا لن تفكر في الانتقام، إذا كنت محتاجا إلى الزواج لن تفكر في الانتقام، تفكر في الزواج أولا. اليوم خمر ونساء وغدا النفر غلام للثأر. مش الكفار كانوا بيقولوا كده؟ والمسلمين برضو الآن للمسح يعني. خلاص؟ فلذلك إيه؟ الفقهاء رتبوا هذا الترتيب. تقول لي طب هم ختموا كتبهم بالعتق، ختموا الكتب بالإيه؟ والعتق هذه معاملة مالية، لأن العبد كان يعامل كالسلعة، يعامل كالهاتف، يباع ويشترى يعني من هذه الجهة، هو إنسان مكلف. طب لماذا ختموا بالعتق مع كونه داخلا في المعاملات؟ قالوا تفاؤلا أن يعتق الله رقابهم من النار. تمام؟ فالفقه لا ينفك عن التزكية. المهم العبادات رتبوها إيه بقى؟ صلاة أولا، زكاة، صيام، حج. طيب الصلاة نقول لها لم يبدأوا بالصلاة، إنما بدأوا بالإيه؟ بالطهارة. طب لماذا بدأوا بالطهارة؟ الطهارة شرط للصلاة والشرط مقدم على المشروط. إذا من شروط الصلاة أيضا استقبال القبلة، دخول الوقت، ستر العورة. شروط الصلاة كم؟ أربعة أو خمسة على تفصيلات. المهم الطهارة، استقبال القبلة، دخول الوقت، ستر العورة. طب لماذا لم يذكروا سائر الشروط بعد الطهارة أو مع الطهارة؟ لأن الطهارة هي الأعظم. هذه أمر. أمر ثاني لطول الكلام على الطهارة، نتكلم فيها في درسين وثلاثة وأربعة وعشرة، لكن باقي الشروط في درس واحد ننتهي. فلطول الكلام عليها تقدم. وعادة العلماء أنه إذا كثر الكلام على شيء قدموه أو أفردوه بباب مستقل. إذا الطهارة قدمت لأنها أعظم شروط الصلاة ولطول الكلام عليها، فلذلك قدموها على إيه؟ على سائر الشروط. واضح الكلام؟ طيب الطهارة هذه لها إيه؟ وسائل ومقاصد. تمام؟ لابد من حصول الوسيلة حتى تستطيع أن تفعل المقصد. لابد من وجود الوسيلة حتى تستطيع أن تفعل الإيه؟ إذن الوسيلة كالشرط للمقصد، صح؟ الوسيلة كالشرط، والشرط مقدم على المشروط. لذلك يتكلمون أولا على الوسائل. طب ما هي الوسائل؟ الوسائل أربعة. خلاص هذا الكلام واضح صح؟ الوسائل أربعة: الماء، التراب، الدابغ، الحجر. تمام؟ طب لماذا يقدمون الكلام على الماء؟ يعني لماذا بدأ المصنف بالماء؟ لا مش عشان النص، لأن الماء هو الأصل في التطهير. الماء يدخل في إيه؟ الوضوء، الغسل، إزالة النجاسة. تمام؟ مقاصد الطهارة كما سيأتينا أربعة أيضا: وضوء، غسل، إزالة، تيمم. الوضوء دخل في الثلثين ولا في ثلاثة أرباع. إذن هو هو الأصل في الطهارة. والتراب بدل، التيمم لا يلجأ إليه إلا عند فقد الماء. فالتيمم تابع، التراب تابع للماء أو لا؟ تابع، فالماء هو الأصل. لذلك يقدمون الكلام على إيه؟ على الماء. طيب الماء كم نوع؟ خلينا ايه الصبر. الماء باعتبار الوجود وباعتبار انواعه شرعا، هذا كلام جديد نوعا ما صح؟ باعتبار الوجود يعني الماء يوجد في الدنيا في كم صورة؟ في سبعة صور: ماء الايه المطر، ماء السماء،
الماء الذي نزل من السماء يشمل المطر وماء الندى. تعرفون الندى؟ تعرف الندى؟ حد لا يعرف الندى؟ طب ماء المطر والندى، ماء السماء، وماء الايه؟ ماء البحر المالح يعني، تمام؟ وماء النهر، وماء البئر، ويشمل ايه؟ جميع الابار، وماء العين، ماء العيون، تعرفون العيون؟ كزمزم، وماء الايه؟ وذوب الثلج. يعني الماء الذي يحصل عند ذوبان الثلج، والماء الذي يحصل عند ذوبان البرد. عارفين الفرق بين الثلج والبرد؟ الثلج ينزل من السماء جامدا وينزل الى الارض ويظل جامدا كالحجاره. البرد ينزل من السماء جامدا، بمجرد ان يلامس الارض يصير ماء. يعني واضح هذا الفرق بين الثلج والبرد. على يبقى الماء باعتبار الوجود كم نوع؟ سبعه انواع. لكن باعتبار الانواع شرعا، هذه السبعه كل واحد منها ينقسم الى ثلاثه اقسام. الأنواع الشرعية ثلاثة فقط، أنواع ماء. كل ماء في الدنيا لا يخرج عن هذه الأنواع الثلاثة، وهذا التنويع شرعي. إما ماء طهور، وإما ماء طاهر، وإما ماء متنجس. ما هو الطهور؟ طاهر في نفسه. طاهر. ما معنى طاهر في نفسه؟ يعني إذا أصاب ثوبك لا ينجسه. طاهر في نفسه، إذا أصاب البقعة التي تصلي عليها لا ينجسها، تمام؟ إذا أصاب البقعة والثوب وإيه تاني؟ والبدن، إذا أصاب بدنك لا ينجسك، صح؟ هذه الثلاثة، ما هو البقعة والثوب والمكان والبدن. طيب ده معنى طاهر في نفسه. ما معنى مطهر لغيره؟ يعني إذا استعمله أحدهم بقصد التطهير عن الحدث أو الخبث حصل له ذلك. عرفتم معنى طاهر في نفسه مطهر لغيره؟ ويسمى بالإيه؟ بالمطلق. يسمى يعني المطلق والطهور، ها؟ الماء صدق واحد، الذي يسمى طهور يسمى مطلق، تمام؟ وان كان التعريف مختلف. التعريف احنا قلنا المطلق ايه؟ ما يقع عليه اسم ماء بلا قيد لازم عند العالم بحاله، بالنسبه للعالم بحاله، عند اهل اللسان والعرف بالنسبه للعالم بحاله. مش احنا قلنا التعريف ده؟ نعم. حفظتموه؟ جاي في الامتحان. طيب النوع الثاني الماء الطاهر. الماء الطاهر نوعان. الماء الطاهر كم نوع؟ النوع الاول الايه؟ المتغير، ها؟ كثيرا، ها؟ مخالط، طاهر، مستغنى عنه. اشرح ولا معروف الكلام؟ معروف، خلاص الحمد لله. النوع الثاني من الماء، انتم ترون؟ انتم لا ترون ما اكتب، صح؟ طيب النوع الثاني الماء ايه؟ المستعمل. ما معنى مستعمل؟ يعني استعمل فيه؟ واحد، رفع حدث. اثنين، ازالته نجس. ثلاثة، غيرهما. اذا الماء المستعمل في تجديد الوضوء طهور ولا طاهر؟ في تجديد الوضوء طهور، لانه لم يستعمل في رفع حدث. الماء الذي استعمل في غسل الجمعة طهور، لانه لم يستعمل في ايه؟ في رفع حدث. واضح الكلام؟ طيب الماء المتنجس نوعان ايضا. الاول قليل. ما معنى قليل؟ يعني اقل من ايه؟ من قلتين. قليل وقعت فيه نجاسه، تغير او لا. طب النوع الثاني المتغير ولو يسيرا بالنجاسة، ها؟ واضح الكلام ولا غير واضح؟ ها؟ فاهمين يا مشايخ؟ تفهم جيدا؟ طيب الحمد لله، انتهينا من الكلام على الماء. طبعا الماء منه ينقسم الى مكروه وغير مكروه. هذه الاشياء يعني واضح، سهل الكلام. التراب كذلك، التراب ينقسم الى ثلاثة انواع، طهور وطاهر ومتنجس. طهور وطاهر و ما التراب الطهور؟ كل التراب في الغالب، يعني في الغالب، الغالب الذي ايه؟ التراب الطاهر. اول خلينا في الطاهر، التراب الطاهر والتراب المستعمل. والتراب الايه؟ ما هو التراب المستعمل؟ وما بقي بعضو المتيمم، الذي لصق بعضو المتيمم. انا اتيمم امسح الوجه، التراب الباقي على الوجه هذا مستعمل، هذا لا يمكن استعماله في التيمم مرة أخرى.
ها؟ أو تناثر أو تناثر، يعني سقط عن العضو، لامس العضو وسقط عنه، لكن الموجود في الأرض طهور. تمام؟ لذلك أنا عندي طبق ممكن يتيمم منه كل المرضى الموجودين في المستشفى، صح؟ ممكن إن أذن الطبيب يعني. طب التراب المتنجس، ها؟ التراب الذي اختلطت به النجاسة، والذي اختلطت به النجاسة، يعني عندي حيوان ميتة مات على الأرض وتحلل وصار رمادا، هذا التراب اختلط بالميتة ولا لا؟ الميتة نجس، إذن هذا تراب إيه؟ متنجس. واضح يا شيخ؟ لا نقول نجس، نقول متنجس. طيب الدابغ، الدابغ هو إيه؟ ها؟ الحريف. ما معنى حريف؟ يعني يلذع في اللسان. تعرفون يعني يلذع؟ يعني يؤلم، يؤلم اللسان إذا وضعته عليه. الليمون، تعرفون الليمون؟ إذا وضع على اللسان أحرقه، آلمه، هذا يسمى حريفا، يسمى إيه؟ والدابغ لا يشترط فيه أن يكون طاهرا، قد يكون نجسا وقد يكون طاهرا. هذا مثل هذا، هذا مثل إيه؟ مثل ذلك. واضح يا شيخ؟ يبقى شرط الدابغ أن يكون حريفا. طب ما ضابط الدباغ؟ يعني كيف نعرف أن هذا الجلد قد دبغ؟ نقول إذا إذا أزال الدابغ عفونة الجلد، بحيث لو نقع في الماء لا يعود إليه النتن، لا يعود إليه العفونة مرة أخرى. طب حجر الاستنجاء له كم شرط؟ واحد، أن يكون جامد. ما معنى جامد؟ يعني ليس إيه؟ ليس ماء وليس رطبا، وليس رطب. اثنين، أن يكون قالع. ما معنى قالع؟ يعني منقي مزيل، فلا يمكن الاستنجاء بالأملس الناعم. تعرفون الأكياس التي يوضع فيها الطعام، الأكياس الرقيقة هذه ناعمة لا تجزئ، تمام؟ والرخ، تعرفون الحجر الرملي، تمسكه في يدك وشكله حجر، تمسكه وتضغط عليه يصير رملا، هذا لا يجزئ، تمام؟ هذا يلوث المحل، تمام؟ أن يكون إيه؟ جامدا، ها؟ طالع. اثنين، ثلاثة، أن يكون إيه؟ هل يجزئ النجس أو المتنجس؟ ما مثال النجس؟ روث البهائم، البعر مثلا، والمتنجس معروف. طيب الرابع، غير محترم. ما معنى محترم؟ يعني معظم، مقدس، تمام؟ فلا يجزئ الاستنجاء ويحرم، يعني لا يجزئ ويحرم، تمام؟ الاستنجاء بالإيه؟ بالمحترم. واضح يا شيخ؟ هذا الكلام فيه صعوبة؟ حد عنده سؤال فيه؟ الأمر اتضح؟ ها؟ القليل والكثير ما الضبط؟ الكليتين بالمعيار المعاصر، المعيار المعاصر ما يعني ما ارتضيه 191 لتر، هذا الكليتين. وسيأتينا إن شاء الله في المطول لماذا وصلنا إلى هذا النتيجة إن شاء الله بإذن الله. طيب انتهينا من الايه؟ من الوسائل. احنا قلنا المقاصد كم؟ أربعة. أربعة. الشيخ بدأ الكلام بالوضوء، بدأ الكلام على الايه؟ نمسح هذا، نشيل، اللي ملحقش يكتب يصور بقى، أشيل ولا حد هيصور وياخدني صورة جنبي. المقاصد كم يا أشياخ؟ أربعة. الوضوء، نسأل أنفسنا أولا لماذا، إذا كانت المقاصد أربعة لماذا بدأ المصنف بالوضوء؟ تعود في الفقه أو في العلم الشرعي كله أن تسأل لماذا. إذا لقنت ولم تفهم لماذا صرت كمثل الحمار يحمل أسفارا. واضح؟ تعرفون معنى الحمار؟ هذا الذي نأكله كثيرا في مصر. قبل يعني شهر تقريبا رفع إلينا في دار الإفتاء ما حكم تصدير الحمير إلى بلاد الكفار، إلى الصين وغيرها، حيا، تصدير الحمير حيا، فأفتينا بالجواز أنه يجوز تصدير الحمير حيا، فالفتوى انتشرت والناس المصريون عرفوها. فقال الرجل، يعني أحد الناس يقول يعني ستحرمونا منها لقد أحببناها. يعني لما تذهب تشتري، تعرفون الحواوشي؟
تعرفونه وتأكلونه كثيرا. أبشر فقد أكلت يعني فخذ حمار. الحواوشي مثلا الرغيف هذا يكون وزنه فيه من اللحم كم جرام؟ لا مش تخ... خلينا على أقل تقدير، أقل تقدير 80 جرام ولا 100 جرام. يا 100 جرام ده يعني قطعة صغيرة صح؟ 100 جرام يعني الكيلو، كيلو اللحم المفروض يصنع كم رغيف؟ 10. 8 كيلو اللحم كم؟ 150 في القاهرة. تمام؟ المفروض ان 10 رغيفة يباع بكم؟ 300. يحتاج الى ايجار المكان، المحل، يحتاج الى دفع الاجره للعمال، يحتاج الى الدفرات والاشياء، ويحتاج الى ان يربح، فلا بد ان يبيع ايه الكيلو ب 300. طيب 10 رغيفة، هل الرغيف ب 30 جنيه ولا غالبا يكون ب 5 جنيه؟ اذا انت تاكل حمارا او لا؟ امر سهل يعني. لماذا بدا الفقهاء الكلام عن الوضوء؟ لعموم الحاجة إليه، يحتاج إليه كل الناس في الغالب. تمام؟ الصبي الصغير يحتاج إليه، الغير المميز يحتاج إليه. يعني أنت عندك ابن صغير رزقك الله عز وجل السفر إلى ديار المسلمين لتحج. تمام؟ ومعك ابن صغير لم يبلغ، يعني صغير عنده شهرين أو ثلاثة، ممكن تحج عنه؟ ممكن. شرط صحة الحج التمييز إليه الإسلام، وهذا الصبي مسلم، لا يشترط التمييز. طب الآن أنت تريد أن تطوف عنه، شرط يعني من أركان الحج طواف الإفاضة، توضئه وأن إيه وتطوف به. إذا وضوءه صح أو لا؟ صح. إذا الصبي يحتاج إلى الوضوء، الغير المميز الذي عمره يوم واحد يحتاج إلى الوضوء. تمام؟ على كل، لماذا قدم الوضوء؟ قلنا لأن الوضوء أكثر عموما، أكثر عموما من الغسل، وأكثر عموما من إزالة النجاسة، وأكثر عموما من التيمم. لذلك بدأوا بالإيه؟ بالوضوء. طيب هنتكلم على الوضوء من كم جهة؟ من سبع جهات. واحد، ها التعريف. اثنين، الإيه؟ الموجبات. ها الانواع مثلا، الشروط، الاركان، السنن، المكروهات، بعد كده الايه، النواقض. دول كام؟ 87. يلا مش مشكلة. طب التعريف يبقى ايه؟ لغة وشرعا. التعريف يبقى لغة وايه؟ قلنا الوضوء له اشتقاق وله معنى لغوي. مشتق من الايه؟ ما معنى وضاء؟ حسن وجمال. تمام؟ نقول رجل وضيء، يعني وجهه ايه؟ منير. طيب؟ وتعريفه في اللغة غسل بعض الأعضاء. أي جزء من البدن غسل، سواء غسل بنية أم لا، يسمى وضوءا. فغسل الأصبع يسمى وضوءا أو لا؟ يسمى وضوءا. طيب تعريفه في الشرع اسم، أو نقول انغسال أعضاء مخصوصة، ها بنية مخصوصة ذات وصفة. الله يفتح عليك. واضح يا شيخ؟ يبقى انغسال أعضاء بنية، لابد من الايه؟ بنية. طيب هذا التعريف، انتهينا. الموجب الحدث مع إرادة القيام للصلاة، ما هو الذكر عبادة. تمام؟ خلينا الصلاة ونحويها يعني مما يحتاجه. يبقى لابد أن يكون محدثا حتى يجب عليه، موجب يعني الذي إيه؟ سبب الذي أوجبه. يبقى أنت محدث وتريد أن تصلي، يبقى يجب الوضوء. طب محدث لا تريد أن تصلي، يجب على التراخي. صح؟ لكن متى يتعين؟ متى يكون على الفور؟ طب أنت متوضئ وتريد أن تصلي، هل يجب عليك الوضوء؟ مستحب تجديد. تمام؟ يبقى الموجب شيئان، ها؟ حدث مع إرادة القيام للصلاة. طب الأنواع، فرض
سنة. ما هو الوضوء المفروض الرافع للحدث؟ ما هو الوضوء المفروض؟ ما الوضوء المسنون؟ ما سوى ذلك تجديد الوضوء عند الغضب، عند إرادة الجنوب أكلا أو نوما أو شربا أو وطن، عند إرادة المحدث حدثا أصغر أن ينام، كثير بقى عند قراءة الحديث، قراءة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يسن الوضوء، لكن عند قراءة القرآن يسن الوضوء برضه، لكن يجب لمس المصحف. فرق بين القراءة ومس المصحف، تمام؟ طيب شروط الوضوء لما تأتي بعد، ستأتينا على كل حال. والأركان، ها؟ أركان الوضوء ستة. واحد، النية. ها؟ طب النية لها كم كلام؟ يتكلم عليها من كم جهة؟ حقيقة حكم محل وزمان كيفية شرط ومقصود حسنة. تحفظون من هذا البيت ولا لا؟ تحفظه؟ طب نكتب. يا سلام، حقيقة حكم محل وزمن كيفية شرط مقصود حسن. حسن ها؟ حسن لا، وحصل ده زمان ومحل مقصود حصل. حصل فيه مغايرة في المتبقى. يا سيدي خليها حصل. حاصل. كتبتم؟ طيب حقيقة يعني التعريف، تعريف النية لغة وشيء وشرعا. واضح الكلام؟ ما من نية في اللغة؟ مطلق القصد. وفي الشرع قصد الشيء مقترنا بفعله. حكم النية الوجوب غالبا، ومن غير الايه الغالب الندب عند ايه؟ عند غسل الميت. طب محل النية؟ القلب. ومحل القلب؟ الصدر. صح؟ أين قلبك يا فتى؟ معلق في بيتك عند زوجتك؟ أو عند محبوبتك؟ كان أحد الإخوة كان من بريطانيا، كان يسكن في غمرة، وكان يقرأ عليه القرآن، فكان يقول إيه، بدل ما يقول في سورة الفرقان بل قلوبهم في غمرة، فقال بل عقولهم في غمرة. وقلت له لعلك تفكر في زوجتك. طيب حقيقة الحكم محل، قلنا محل نية الايه؟ القلب. طب إذا لم ينو بقلبه لكن تلفظ بالنية بلسانه يجزئ؟ طب لو نوى بقلبه وتلفظ بغير المنوي، العبرة بإيه؟ بما في القلب. واضح؟ طيب الزمن النية أول العبادة. ما هو أول العبادة؟ روضها أول العبادة. إيه؟ روضها. لكن السنن المتقدمة على العبادة توابع، صح؟ يبقى متى يجب أن تنوي الوضوء؟ عند غسل جزء من الوجه. واضح؟ لكن يسن تقديم النية عند غسل الكفين مع استصحابها إلى آخر الايه؟ إلى غسل جزء من الوجه. طيب كيفية النية تختلف باختلاف الأبواب. تريد أن تصلي تنوي الصلاة، تريد أن تصوم تنوي الصوم، والأمر يختلف. في الوضوء بقى تنوي رفع الحدث أو أداء فرض الوضوء أو فرض الوضوء أو أداء الوضوء أو الوضوء أو الطهارة للصلاة، كثير جدا كما تشاء وتحب، واستباحة مفتقرة إلى طهر وغير ذلك. طيب شرط، ما شرط النية؟ إسلام، تمييز، العلم بالإيه؟ المنوي، الجزم، صح؟ فلو واحد قال نويت الوضوء إن شاء الله يصح ولا لا يصح؟ تفصيل. تفصيل. حد فيكم حنفي؟ أحسن يكون في حنفي مندس، نقتله فورا، نقتله بالعلم يعني. يحكى أن الكسائي النحوي المشهور القارئ ناظر سيبويه، وكان الحق مع سيبويه في هذه المناظرة، حسبت أن الزنبور أشد لسعة من النحلة فإذا هو إياها، صح؟ حسبت أن العقرب أشد لسعة من الزنبور فإذا هو إياها،
تمام؟ فالإمام السيبويه يقول إيه؟ فإذا هو هي، والكسائي يقول فإذا هو إياها. فجاءوا برجل فاختلف، فجاء برجل من الأعراب الذين يتكلمون بالفصحى ولا يخطئون، لا يطوعهم لسانهم على الخطأ، فوافق قوله قول سيبويه، لكن قول سيبويه، لكن الكسائي كان إيه؟ كان مربيا لأولاد الخليفة، لا يصح أن يخطئ هذا، تمام؟ فقالوا للأعرابي أن إيه؟ أن يقول كما يقول الكسائي، فقال لا لا يطيقها لسانه، لا أستطيع. قال خلاص إذا سألناك من الصواب فقول قول فلان، فقال قول الكسائي، فحزن سيبويه جدا ومات من الحزن، قتل كمدا. فلو كان عندنا حنفي لقتلناه كمدا الآن، والآن نأخذكم بهما رأفك. احنا اخواننا. طيب مقصود النية التمييز اولا بين العادة والعبادة، اثنين التمييز بين مراتب الايه العبادات. حسن وحصل دي التكميل للبيت فقط، يعني لا يقصد بشيء. اذا عد، واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة، يبقى تعالى بالنية كم مسألة؟ سبعة. النية عند غسل الوجه هذه الواجبة، اثنين غسل الوجه، اثنين ثلاثة غسل اليدين مع المرفقين، أربعة مسح رجلين، بعد كده ايه الترطيب. ما المراد بالغسل غسل ما المراد بالمسح؟ المساح. يعني ايه مساح؟ هنا يعني وصول الايه البلل في واضح يا مشايخ. طب متى يجب غسل الرجلين؟ إذا لم يكن لابسا للخف. فإذا كان لابسا للخف فإما أن ينزع ويغسل، وإما أن يمسح على الخفين بالشروط. بالإيه؟ بالشروط. لذلك سنتكلم الآن على مسح الخفين. حد عنده سؤال؟ حد فاهم حاجة؟ تفهمون يعني ما قلت؟ أي طبعا اليدين حضرت ذكرت امبارح مع المرفقين. أه بالظبط. أه؟ نسيت المقصود لفظي مع ذكروا دي. أنا لما قلت اليد هي مقصود بها من أطراف الأصابع إلى المنكب، فالمرفقان داخلان أصلا في حقيقة اليد، لكنه لما قال معه فهمنا أنه لا يقصد اليد حقيقة، إنما يقصد اليد على المجاز، فالمراد باليد هنا الكفين والذراع. الكفين والذراع. حينئذ لا يدخل المرفق، فقال مع المرفق. فهمت كده؟ الحمد لله. طيب نبدا ان شاء الله في الجديد. طيب ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. أما بعد، قال رحمه الله تبارك وتعالى ونفعنا بعلومه في الدارين، مسح الخفين. قلنا لما كان مسح الخفين جزءا من الوضوء كما تقدم، لأنه إيه يجب على التخيير أو على البدل من غسل الرجلين، فإذا هو داخل في إيه في أركان الوضوء. لما كان مسح الخفين جزءا من الوضوء ناسب ذكر باب مسح الخفين بعد باب الإيه الوضوء، تمام؟ طيب المصنف يقول مسح الايه الخفين، والامام النووي في المنهاج يقول باب مسح الايه الخف. ايهما اولى في التعبير، ايهما احسن، ان يقول الخفين ولا الخف؟ قالوا التعبير مسح بالخفين اثنين. لماذا؟ قالوا لان التعبير بالخف مسح باب مسح الخف يوهم أنه يجوز أن تمسح على خف رجل وأن تغسل رجل أخرى، يعني أنت تلبس في رجل خفا والرجل الثانية لا تلبس فيها شيئا، فقد يتوهم أنك إذا قلت باب مسح الخف أنه يجوز أن تغسل هذه الرجل وأن تمسح خف الرجل الايه الأخرى. واضح؟ فذاك التعبير بمسح الخفين يمنع الايه هذا الإيهام. وبعضهم يجيب عن ايه عن هذا الاعتراض ويقول في الخف للجنسي فتشمل الخفين معا، يعني لا نعدم جوابا عن أي اعتراض سيورد،
على كل حال التعبير بما لا إهام فيه أولى من التعبير بما فيه إيه؟ إهام. لذلك قال باب مسح الإيه؟ الخفين. الكلام هنا ده كبير ده؟ طيب لا بأس. طيب الكلام في مسح الخفين منحصر في كم طرف يا أشياخ؟ احنا قلنا الوضوء منحصر في ايه؟ في 7 أو 8 على ما قررناه الآن. الكلام في مسح الخفين منحصر في 5 أطراف. نتكلم أولا عن حكم مسح الخفين من حيث الإباحة وعدم الإباحة. هل يباح المسح على الخفين أصلا ولا لا يباح؟ تمام، سنتكلم ما قد يكون مباحا وقد يكون واجبا وقد يكون حراما وقد يكون مندوبا وقد يكون مكروها. تمام. الأمر الثاني في كيفية المسح. في كيفية طبعا المصنف ذكر حكم المسح على الخفين في قوله يجوز مسح شيء من ظاهر أعلى الخف، يبقى ذكر الجواز هو هذا حكم صح. طيب كيفية المسح ذكره المصنف أو أشار إليه المصنف بقوله ظاهر أعلى الخف. تسلم يا سيدي. واضح ولا غير واضح؟ يعني جاي بيّن لك أن الواجب أن المسح يكون على ظاهر الأعلى كما سنبينه في الشرح إن شاء الله. طيب ثم بعد ذلك تكلم أو نتكلم على مدة المسح. هل تمسح مطلقا يعني طوال وأنت تلبس الخف تمسح، ولا هو مقيد بمدة؟ مقيد بمدة كما سيأتي، وهو ما أشار إليه المصنف بقوله يوما وليلة للمقيم وثلاثة بلياليها للمسافر. ثم بعد ذلك تكلم على شروط الإيه؟ المسح، وهذا قد صرح بها المصنف فقال إيه؟ لكن يشترط لجواز المسح شروط 7، صرح به بهذه الشروط. وآخر ما نتكلم عليه مبطلات المسح على الخفين، وهي مذكورة ضمنا في الشروط، مذكورة هذه المبطلات ذكرت ضمنا في الشروط. واضح الكلام ولا غير واضح؟ إذا عرفتم هذا فالمصنف قد شرع في بيان هذه الأشياء الخمسة على هذا الترتيب. فبدأ أولا بالإيه؟ بالحكم، فقال يجوز مسح شيء من ظاهر أعلى الخف. يجوز هنا معناها يؤذن، معناها إيه؟ يؤذن. لماذا فسرنا الجواز بالإذن؟ رب الإذن يعني الإذن في العدول عن غسل الرجلين إلى مسح الخف، لأن مسح الخفين قد يكون واجبا. مسح الخف قد يكون إيه؟ متى يكون واجبا؟ في أحوال، في صور كثيرة يجب فيها المسح الخفين، منها أن المتوضئ لا يجد ماء يكفي لغسل الرجلين ويجد الماء كافيا للمسح فقط، فيتعين عليه أن إيه؟ أن يمسح. طب إذا ضاق الوقت عن إدراك الصلاة، لو غسل في الوقت يعني لو كان سيمسح يغسل الرجلين يخرج الوقت، لو كان سيمسح يدرك الصلاة كاملة في الوقت، يبقى يجب عليه أن يمسح. واضح؟ هذه صور يجب فيها المسح على. إذن هل التعبير بالجواز يوافق الوجوب؟ ها؟ يجوز صح؟ لذلك احنا قلنا المراد بالجواز هنا مطلق الايه؟ مطلق الاذن الشامل للوجوب. وقد يكون المسح على الخفين مندوبا يعني لا مباحا فقط. ها؟ متى يكون مندوبا؟ اذا رغبت نفسه عن المسح شاكا في دليل المسح، يعني هو وقعت في قلبه شبهه هل المسح يجوز ولا لا؟ حينئذ يندب لك ان ايه؟ أن تمسح كسرا لشهوة نفسك الخفية هذه، لهذه الشبهة التي وقعت في نفسك. تمام. وقد يكون المسح مكروها فيما إذا كرر المسح، مسح الخفين 3 مرات، تكرار المسح مكروه، يبقى المسح هنا مكروه ولا مندوب ولا مباح؟ مكروه. وقد يكون المسح حراما، يحرم المسح على الخف المغصوب مثلا. تمام. أو المتخذ من جلد ميت ونحو هذا، اللبس نفسه حرام. إذن فالمراد بالجواز يا مشايخ استعمال الخف هنا حينئذ دلوقتي هذا غصب. ما معنى الغصب؟ أخذ مال الغير بغير إذنه. تمام. فأنت تلبس الخف آثم باللبس أو لا؟ استعملته بالمسح آثم بنفس الاستعمال الذي هو مسح أو لا؟ ماشي، ما هو تأثم مع الصحة، لكن هذا استعمال وإثم مع الصحة، يصح المسح لكن مع الإثم. واضح؟ طيب قال يجوز
مسح شيء. لماذا قال شيء؟ ما قالش يجوز مسح ظاهر على الخف فقط، إشارة إلى أن الواجب أقل ما يسمى إيه؟ أقل شيء يجوز مسح شيء وإن قل جدا من هذا الخف. من إيه؟ من هذا الخف. واضح؟ يجوز مسح شيء من ظاهر أعلى الخف. ذكر في الشيخ رضي الله عنه قيود. الأول كون المسح بإيه؟ بظاهر الخف. خرج بالظاهر الباطن، خرج بالظاهر، فلا يجوز مسح الباطن الذي يلاقي البشرة، بشرة الرجل، يعني لا يجوز أن تدخل يدك داخل الخف وتمسح. تمام؟ هذا باطن أعلى الخف. وخرج بالظاهر أيضا، وخرج بقوله أعلى أسفل الخف، لا يجوز الاقتصار على مسح أسفل الخفين. وحرف الخف، تعرفون الحرف؟ ها؟ الأطراف، نعم. والعقب لا يجوز المسح على الايه؟ قلت عقبه، عقبه كأسفله والله أعلم. تمام؟ خرج بقوله أعلى الحرف والأسفل. طيب، وبقي قيد ثالث، وهو أن يكون الممسوح محاذيا لما يجب غسله في الوضوء، محاذيا لما إيه؟ للفرض. يعني الآن إذا مسح من أعلى الخف ما يستر الساق، ساق القدم، يجزئ ولا لا يجزئ؟ لا يجزئ، لأن الساق لا يجب غسلها في الوضوء. ما الذي يجب غسله في الوضوء؟ الرجل إلى الكعبين. فإذا أراد أن يمسح لابد أن يمسح الجزء المحاذي لما يجب غسله في الوضوء. فإذا مسح ساق الخف، يلبس خفا إلى نصف الساق مثلا، هل يجوز أن يمسح على الساق؟ هذا يصدق عليه أنه مسح ظاهري على الخف، لكن لم يمسح المحاذي ليه؟ لما يجب غسله في الوضوء. واضح يا شيخ؟ طيب، قال بدلا، يبقى هذه الكيفية، يبقى ذكر الحكم الآن وذكر الكيفية. يبقى الواجب مسح أقل شيء، يعني لو بل طرف أصبعه، طرف أصبعه ووضعه على الخف هكذا من ظهر أعلاه أجزاء، صح؟ تفهمون الصورة؟ توضأ وبقي الرجلين وهو يلبس الخف، فبل أصبعه ووضع هذا البلل الشيء القليل على ظاهر أعلى الخف مما يحاذي الفرض، أجزاء. واضح؟ لأن المربي المسح لإيه؟ الانمزاح، والمراد بالانمزاح لا يشترط التحريك، وصول البلل. هذه الكيفية الواجبة. بقي بقى عندنا كيفية مندوبة، هو أن يمسح الخف خطوطا، أن يمسح الخف. ما معنى خطوطا؟ يعني أن يفرج، أن يأتي باليد اليسرى واليمنى، يبلهما بالماء ويفرج بين أصابعها، ويضع اليسرى تحت العقب، يضع اليسرى تحت الايه؟ العقب، ويضع اليمنى عند أطراف أصابعه، عند أطراف أصابع الخف، ويفرج أصابعه، ويرفع ويحرك يده اليمنى إلى الأعلى إلى جهة ساق الخف، ويحرك يده السفلى من العقب إلى جهة الأصابع. فهمتم؟ هذه الكيفية المندوبة. لكن الواجب وصول أدنى بلل إلى ظاهر أعلى الخف مما يحاذي الايه؟ الفرض. واضح ولا غير واضح؟ طيب، قال بدلا يجوز مسح شيء من ظاهر أعلى الخف بدلا، أي حالة كون المسح بدلا عن غسل الرجلين في الوضوء. حالة كون المسح بدلا، هنا تعربها إيه؟ حالة كون المسح بدلا عن غسل الرجلين في الوضوء. لماذا قال في الوضوء؟ احتراز عن إيه؟ عن الغسل. رجل جنب ويلبس الخفين، هل يجوز أن يغتسل ويمسح على الخفين فقط؟ لا يجوز. طب في إزالة النجاسة، الرجل أصيبت بجرح ففيها دم، الدم نجس أو لا؟ هل يجوز أن يمسح على الخفين بدلا من غسل النجاسة الموجودة على الرجل؟ لا يجوز. لذلك الشيخ قال في الإيه؟ ولو كان الوضوء مجددا، ولو كان الوضوء مجددا. واضح ولا غير واضح؟ طيب، قال يوما وليلة، يعني ويستمر الجواز، ها، يوما وليلة، ويستمر جواز المسح على الخفين يوما وليلة لمن؟
المقيم الذي لا يسافر ولو كان عاصيا بإقامته. المقيم إما أن يكون غير عاص وإما أن يكون عاصيا بنفس الإقامة. رجل تزوج امرأة فقال لا هيا بنا نسافر إلى لزيارة فلان مثلا أو زيارة فلانة، قالت له لن أسافر معك. هذه امرأة ناشز أو لا؟ والنشوز حرام أو لا؟ إذن إقامتها هذه حرام، إذن هي عاصية بالإقامة، عاصية بالإيه؟ بالإقامة. فحينئذ إذا مسحت على الخفين تمسح؟ تمسح يوم وليلة. طب رجل عصى في الإقامة، يعني هو لا يصلي لكن هو نفس إقامته، هو الآن يعيش في القاهرة ويفعل المعاصي، هل هو عاص بالإقامة ولا عاص في الإقامة؟ رجل يصلي الآن، مرت أمامه امرأة متبرجة فنظر إليها، إذن هو عصى في الصلاة ولا عصى بالصلاة؟ في، لكن الآن دخل بيتا ليس مملوكا له وأخرج أهله منه وصلى في هذا البيت، عصى بالصلاة. الصلاة نفسها معصية. فهمتم الفرق؟ طيب، يبقى يوم وليلة للمقيم ولو كان عاصيا بإقامته، وللمسافر العاصي بسفره. وللمسافر العاصي، رجل سافر لإيه؟ ليزني مثلا، هيا بنا إلى المكان الفلاني لنفعل الحرام والعياذ بالله. هذا السفر أصلا إن منشأه حرام، إذن هذا إيه؟ يمسح يوما وليلة، كذلك يمسح يوما وليلة. طب رجل لا يعصي بالسفر لكنه سافر سفرا قصيرا، سافر من الجيزة إلى الأزهر، ما هو ده سفر والله. تعرفون الجيزة؟ الجيزة العزيزة، وفي رواية أخرى الجيزة اللذيذة. سافر من الجيزة إلى الأزهر، المشوار الطريق يستغرق ساعتين فقط، يعني ممكن تصل إلى الإسكندرية قبل أن أصل أنا من البيت إلى المضيف. المهم يعني هذا سفر قصير ولا طويل؟ الطويل 85 كيلو متر، تمام؟ والقصير ما دون ذلك. فهذا المسافر السفر قصير إذا أراد أن يمسح يمسح كالمقيم يوما وليلة. إذن قول الشيخ ويوما وليلة المقيم هذا جري على الإيه؟ فمثله العاصي بالسفر والمسافر سفرا قصيرا والعاصي بالإقامة كمان. طب رجل هائم لا يدري أين يذهب، تعرفون الهائم؟ لا يدري أين يذهب. ها تعرف الهائم يا مشايخ؟ هذا ماشي مثلا من شرق الكرة الأرضية إلى غرب الكرة الأرضية، هائم بقى ماشي سائح في بلاد الله، هذا لا يجوز له الايه؟ مسح ثلاثا، يمسح كالمقيم يوم وليلة، تمام؟ ومثله راكب التعاسيف. قال وثلاثة أيام بلياليها، يعني يجوز ويستمر الجواز للمسافر سفرا قصير سفرا تقصر فيه الصلاة ثلاثة أيام بلياليها. يبقى ثلاثة أيام بلياليها لمن؟ قال للمسافر. ما المراد بالمسافر هنا؟ المسافر سفرا تقصر فيه الصلاة، سفرا تقصر فيه. ما هو السفر الذي تقصر فيه الصلاة؟ واحد، السفر المباح، سفر الايه؟ ويشمل السفر الواجب والسفر المندوب والسفر المكروه كمان، تمام؟ يبقى نقول السفر الجائز، بلاش المباح دي، السفر الجائز. اثنين، ان يكون سفرا طويلا، ان يكون سفرا طويل كما سيأتينا في باب القصر، 85 كيلو مرحلة تانية فأكثر، 85 كيلو متر على المعتمد، تمام يا أشياخ؟ طيب، قال ثلاثة أيام بلياليها، يعني بلياليها التي اتصلت بها. ما معنى بلياليها المتصلة بها؟ شوفوا يا مشايخ، أيهما يأتي أولا، الليل أو النهار؟ الليل. يبقى نحن الآن في ليلة الايه؟ الأربعاء، تمام؟ إذا أصبحنا دخلنا في يوم الأربعاء. طب رجل قال بلياليها، يعني ليالي الأيام، رجل لما استيقظ إلى الفجر مسح على الخفين، جيد؟ طب لما مسح على الخفين، إذن ومسح يوما وفاتته الليلة، طب اليوم الثاني مسح ليلة ويوما ثم مسح ليلة ويوما، انتهى المسح ولا لم ينتهي؟ على ظاهر هذا الكلام انتهى، لأنه مسح إيه؟ ثلاثة أيام ولياليها، إذن ومسح ثلاثة أيام وليلتين، صح؟ تفهمون؟ هل هذا مراد؟
لا، المراد الليالي المتصلة بهذه الأيام سواء تقدمت أو تأخرت. يعني الحاصل أن المقيم يمسح 24 ساعة والمسافر يمسح 72 ساعة. واضح يا شيخ؟ فقال للمسافر، يعني المسافر سفرا تقصر فيه الصلاة، تقصر فيه الصلاة. هذا بقى يشمل بقى غير المعصية. نعم. ها؟ أذن؟ والساعة كام؟ يا راجل. طيب حاضر، نخلص بس نقف على مكان ينفع نقف عليه. طيب، طب إذا انتهت هذه المدة، يبقى كده تكلمنا عن مدة المسح. إذا انتهت هذه المدة ما الذي يحصل؟ ها؟ حينئذ له حالان، إما أن تنتهي المدة وهو محدث وأراد أن يصلي، ما الذي يجب عليه؟ لابد من النزع الخفين ولا لا يجب نزع الخفين؟ لا يجب، لا يجب نزع الخفين. ماذا لو يعني رجل يعني عاقل أراد أن يغسل رجله داخل الخف، يجوز ولا لا يجوز؟ ماشي، يجوز. يبقى إذا انتهت المدة لا يمسح فقط. لكن هل نقول يجب الخلع نجب نزع الخفين؟ لا يجب. إذا أراد أن يغسل رجله داخل الخف ماشي يغسل، تمام. لكن أراد أن يمسح لابد أن ينزع ويتوضأ وضوءا كاملا ثم يلبس الخف، وله أن يمسح يوم وليلة أخرى أو ثلاثة أيام بليلة أخرى. واضح ولا غير واضح؟ طيب يا أشيخ، يبقى إذا انتهت المدة، فإذا أراد أن يمسح مدة ثانية اشترط نزع الخف ثم يتطهر ثم يلبس الخف. واضح ولا غير واضح؟ طيب، إذا لم يرد مدة ثانية جاز له أن ينزع وجاز له أن يغسل رجله داخل الخف، هذا يجوز وهذا يجوز. واضح يا شيخ؟ فقال وتبتدئ المدة، المدة المذكورة، فأقول هنا للإيه؟ العهد الذكري، المدة التي ذكرناها اليوم والليلة أو الثلاثة. قال وتبتدئ المدة من انتهاء الحدث بعد اللبس. الآن أنا توضأت الفجر أذن، فتوضأت ولبست الخفين، صليت الفجر وصليت الضحى وصليت الظهر ثم أحدثت، متى يبتدئ مدة المسح؟ عند الحدث، عند انتهاء الإيه؟ الحدث. فأمسح إلى الظهر اليوم الإيه؟ التالي، مش الفجر بقى. تقول أنا مسحت ألف مرة في المدة من بين الفجر إلى الظهر، لا يضر ما دمت لم تحدث. يبقى متى تبتدئ المدة؟ ابتداء المدة من الحدث وتعيين المدة من المسح الرافع للحدث. نقول تاني، ابتداء المدة من انتهاء الحدث. طيب، تعيين قدر المدة، المدة التي سأمسحها متى تبدأ؟ من أول مسح رافع للحدث. نشرح، أنا الآن مقيم، توضأت ولبست الخفين، حلو الكلام؟ طيب، لم أحدث فمسحت لأصلي الظهر، هل ابتدأت المدة؟ لا. سافرت، سافرت وأنا لم أحدث، جيد؟ ثم بعد ذلك بعد أن سافرت أحدثت، ابتدأت المدة أو لا؟ هل أمسح يوما وليلة ولا ثلاثة بلياليها؟ فمسحت بمجرد أن مسحت مسحا رافعا للحدث وأنا في السفر أمسح مسح مسافر، جيد؟ المدة ابتدأت في السفر